سلام، مرحبا بكم في قناه ارت بلوك. اليوم هشارك معكم واحد فكره مزيونه بزاف ديال راس السنه بطاقه تهنئه. خليكم معنا. كنحتاجو الورق اصفر 21 سنتيم على 15 سنتيم. كنعملو هاد المربعات في هذا الشكل، هذا 4 سنتيم على 4 سنتيم، 6 سنتيم على 6 سنتيم، 8 سنتيم على 8 سنتيم، 10 سنتيم على 10 سنتيم. كنسليو الورقة نشبر الورقة ديال 10 سنتيم على 10 سنتيم، كنتنيوها على جوج، كنتني من بعد كنتني بحال هاد الشكل هذا. وكنكملو نفس الطريقة ليلهم كاملين.